أبشروا 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 إن الخير آت بإذن الله، وصبر قليل لخير كثير. والمهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ربنا عز وجل قيض لنا هذه المجادلات لسان واحد لهج في رسول الله، فتحركت آلاف الألسنة وملايين الألسنة التي أصبحت مشغولة بذكر الله وببيان السنة وإحيائها والدعوة إليها. فهذا من البشائر، وهذا من الإعجاز الإلهي، هذا من الإعجاز القرآني، أن الله تعالى ينصر دينه ويحفظ شرعه. ونسأله أن نكون سببا في نصرة دينه. دينه محفوظ إلى يوم القيامة، ولكننا نسأله أن نكون سببا وأن نكون أداة في حفظ دينه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذا اللقاء كي نلقاه وهو راض عنا، نريد أن يرضى عنا لا أكثر ولا أقل، لأن ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا عظيم في هذه البلاد. نسأل الله أن نتدارك، وربنا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة لنتدارك بها ما فات، فلنضيع هذه الفرصة يرحمكم الله.